السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب أرحب فيكم بقناة One Hour Networking، قناة تعليمية. لاحظت أنه في يعني كثير انتشار أو في كثير متابعة على القنوات الموجودة على اليوتيوب. قناة One Hour Networking راح تناقش معكم موضوع النتورك من يعني من نواحي كثير، وكمان راح تدرج معكم يعني بالمواضيع من البساطة أو من الأشياء السهلة للأشياء الأكثر تعقيد وأكثر صعوبة، وتتناقش معاكم التكنولوجيا، وخاصة يعني التكنولوجيا موجودة حاليا في يعني حاليا عالميا تم اختراعها حديثا. كمان One Hour Networking هي قناة موجودة مش بس على اليوتيوب، موجودة كمان على الفيسبوك يعني كجروب. طبعا أنا أنشأتهم، راح أتابع معاكم ال One Hour Networking. هي يعني قناة انت ممكن تطرح المواضيع اللي انت بدك اياها، يعني مش بس انه خلص في عنا مثلا موضوع هاي، ممكن انت تطرح، ممكن مثلا نشرح هذا الموضوع، ممكن نتابع هذا الموضوع، او ممكن تعملنا فيديو عن موضوع معين. وان شاء الله اذا تابعت معي واتبعت الخطوات يعني اول باول، فان شاء الله يعني راح تستفيد وراح تكون يعني ممتاز بمجال النتوركينج، مش بس من ناحية نظرية بل من ناحية عملية، لانه يعني كتخصص الشبكات بيحتاج يعني نواحي مش بس نظرية انه نحفظ او نعرف هاي الاشياء، نحتاج نطبق، ومن هون بتيجي صعوبة يعني تخصص الشبكات. طبعا الشبكة كمفهوم او يعني لو بدك يعني الشبكة مش راوتر او سويتش، هذول المعدات الموجودة بالشبكة، بس لو اني احكي لك انه يعني ايش الشبكة، الشبكة اكثر ما بتقدر يعني تصورها بشوارع المدينة، او احسن تصوير لها بخليك تفهم المواضيع الموجودة فيها هي شوارع المدينة. شوارع المدينة موصولة مثلا، بتكون في عندك تقاطعات ما بين مناطق السكنية، هاي التقاطعات كلياتها بتودي على الشارع الرئيسي، والشارع الرئيسي بيكون موصول مثلا بآخره مثلا موجود دوار، فالدوار بيمثل يعني اللي هو الراوتر، أما التقاطعات بتمثل السويتش، بتقدر يعني كإنصح التعبير يعني، وهذا اللي موجود ما بين السويتش والراوتر، اللي هو ممكن يكون يا اما ترانك، يا اما اذا كان لاير 3 سويتش ممكن يكون يعني عادي لينك عادي ما بين 2 بوينتس. الراوتر مهمته انه يوجه البيانات، وهنا ممكن لو انك جيت على الواقع ممكن يكون عندك مثلا لافتة، اذا مثلا بدك تروح على مكان معين فلازم تطلع لفوق، ممكن على وسط البلد لازم تروح على اليمين، ممكن اذا بدك تروح على الحي الشمالي الحي الشرقي لازم تروح على مثلا الاسفل الى اخره. اذا الراوتر ما بيعرف المكان اللي انت بدك تروح عليه، ممكن يوجهك لراوتر ثاني عليه لافتة بتوجه البيانات، وهاي العملية اللي هي تنقل البيانات او نقل البيانات لموقع اخر بنسميها راوتينج بروتوكول، يعني سياسات التوجيه. فالراوتينج هو عبارة عن عملية توجيه اللي بيقوم فيها اللي هو الدوار يعني بالواقع، والراوتر في مجال النتوركينج. اذا اجينا بدنا نحكي بس الشبكة مش بس راوتينج اند سويتشينج، يعني مش عملية توجيه بيانات وبس، الشبكة فيها quality of service، مستوى الخدمة. فمثلا لو جينا نحكي بالواقع ايش مستوى الخدمة بشوارع المدينة، شوارع المدينة فيها مستوى خدمة مثل البلدية، تقوم فيه بتكنس الشوارع بتنظفها، بتحط لك اشارات على جوانب الشوارع، بتدهن الخطوط الصفراء والبيضاء، تعمل مصفات للسيارات، بسفلت الشوارع، يعني كل هذول إضاءة الشوارع كلها quality of service هاي. ونفس الشيء احنا كمان عنا بالنتوركينج، فينا quality of service لازم تضمن جودة الخدمة،
مثلا كمان في عندك كواليتي اوف سيرفيس اللي هم شرطه المرور، ممنوع الاصطفاف المزدوج، ممنوع السرعه الزايده، ممنوع الاصطفاف في المواقع 1 2 3. في عندك كمان سكيورتي بالنتورك اللي هم بيقوم فيها شرطه المرور، عفوا الشرطه الجنائيه اللي بتلاحق المجرمين، بتمنع مثلا حدا يتجاوز، مثلا اذا صار في انتهاكات بالشوارع، صار في كذا، فهي كلياتها يعني مكونات للنتورك. مثلا في عندك داتا سنتر، مراكز تخزين البيانات، تقدر كمان تشوفها باللي هي الكراجات السيارات. فانت تخيل انه السيارات اللي بتمشي بالشوارع هي عبارة عن باكيتس، اللي هي وحدتنا بالشبكة الباكيت، والباكيت في منها كبير شاحنة، وفي منها صغير سيارة او بسكليت. ايش كمان في مكونات كثير بالشبكة، فاذا بدك تفهم الشبكة ممتاز ما تتفرج على الشبكة انها اشي غامض، لا تفرج عليها زي كأنك ما بتتفرج على جوجل مابس، افتح جوجل مابس وتفرج بتشوف الشبكة، يعني تقدر تفهم الشبكة باكبر قدر ممكن. وهو اول سؤال يعني انا سألته، لا يعني سألته هو، طب ماشي احنا قاعدين ندرس الشبكات، طب شو هي الشبكة؟ يعني كلهم بصفنوا يعني شو الشبكة، يعني شو هالسؤال غريب. طبعا بدي يعني بدك تدرس اشي، اول اشي بدك تعرفه لما بدك تدرس اي اشي ليش تدرسه، شو هو، شو وظيفته. طبعا الشبكة احنا حكينا عن الشوارع، الشوارع هم اسلاك بوصلوا بالانترنت لمليارات ال خلينا نسميهم الاطراف او البيوت، ممكن يكون بيت، ممكن يكون بناية، ممكن يكون مثلا مجمع سكني، ممكن يكون مركز حكومي الى اخره. ونفس الشيء بالشبكة، بالشبكة في عنا اسلاك، في منهم فايبر، الياف ضوئية، ممكن يكون عن طريق الاقمار الصناعية، ممكن يكون ايثرنت، هذا اسمه ميديا بغض النظر ايش هو، بس احنا بهمنا انه في عنا لينك، في عنا لينك، في عنا توصيل، معناته انت مشبوك بالانترنت، معناته بتقدر توصل له من اي مكان بالعالم، ممكن يكون مفتوح مثل المواقع العالمية مثل فيسبوك، مثل شو اسمه تويتر، لينكد ان، جوجل. فانت يعني انت بغض النظر ايش هو اللي انت خلينا نسميه يعني مشبوك عليه، هو اكيد موجود على الانترنت. فعليا الشبكة هي مجموعة من العناصر بتفاعلوا مع بعض. فلو اخذنا هاي الشبكة البسيطة مثلا، هون ممكن نشوف مجموعة من المستخدمين، ممكن هاي اللابتوب يعني موصولين وايرلس على نقطة معينة، هاي النقطة هي اللي بتقدم خلينا نسميها الميديا اللي هي الاتصال اللاسلكي، يعني مش ايثرنت زي ما احنا شايفين هون. مثلا ممكن يكون هذا الاداره، مثل هذا يكون الاداره، وممكن يكون هذا نتورك ادمنستريتر اللي هو بيكون عندك الفاير وول علشان يحفظ سلامه البيانات وامنها، بيكون عندك الخدمات موجوده ورا الفاير وول عشان تحفظ انه ما حدا ممكن يوصل لهذول البيانات الا اللي بيستحقوهم، زي مثل المراكز الحكوميه. فانت في عندك مجموعه من الخوادم بتقدم خدمات معينة، بس هاي الخدمات ممنوع انت تاخذ اشياء ثانية، وهذا اللي بيحفظها اللي هو الفايروول. هلا هاي الشبكة حاليا هي مش موصولة بالانترنت، لو اخذنا مثلا طريقة معينة ADSL least line عن طريق واي فاي عن طريق اي اشي قد وصلنا بالانترنت، فنحصل على يعني connection، ممكن توصل لاي جهة بالعالم، واي جهة بالعالم ممكن توصل الى، فأي شيء موصول بالإنترنت ممكن توصل له. حتى يعني لو شلنا موضوع السكيورتي، أي شيء بمعنى الكلمة، أي شيء. فالشبكة يعني لو تفرجت هنا عاملين كلاود، يعني بيجي بحكي لك ADSL بوصلك بالكلاود. الكلاود مش هالإشي الغامض أو الإشي الغريب، الكلاود هو مجموعة كبيرة من الراوترات والسويتشات موصولة مع بعض علشان تشكل كلاود. تقدر يعني اذا بدك تفهم موضوع الكلاود، كل سيرفيس بروفايدر يعني كل شركة بتزودك بخدمات الانترنت هي كلاود بحد ذاتها. يعني الكلاود
ليش بيحكوا كلاود؟ لأنه أنت فعليا ما بتعرف إيش موجود عندهم، إيش ال devices، إيش هم المعدات اللي بوفروا لك الخدمة. أنت لما تيجي تقول www.google.com، أوكي أنت مشبوك على جوجل وأنا مشبوك على جوجل وفي مليار بني آدم مشبوك على جوجل، بس هل أنت بتعرف أنت على أي جهاز مشبوك؟ ما حدا بعرف. أنت ممكن تكون شغال على جوجل ترانسليت، على الميل، على جوجل درايف، بس أنت فعليا ما بتعرف يعني إيش اللي أنت مشبوك عليه، بس أنت بتعرف أنك مشبوك وانتهى الموضوع، هذا اللي بيهمك. لأنه أما هم كيف مرتبين الشبكة عندهم يعني ما بيهمك، وأصلا يعني ما هم راح يحكوا لك كيف هم مشابكينها، بس هم بهمهم أنه أنت بتحصل على الخدمة اللي أنت بدك إياها. هاي بس أحكي أنه هاي اللي هي خلينا نسميها التوبولوجي، يعني كمصطلح، أو خلينا نحكي مثال، يعني لما تيجي نرسم الخريطة فعليا الخريطة أرض الواقع بتوضح الأشياء، بس هي فعليا راح تكون موصولة بهذا الشكل، في سويتش، في انترفيسز، انترفيس موصولات على للمستخدمين، والسيرفرز كمان موصولات على سويتش بطريقة معينة، كل مستخدم راح يكون موجود على فيلان معينة، الفيلان معين بيكون موجود عليه السيرفر اللي بيشتغل عليه، وكمان راح يكون عنده ستوريج موصولة إلى آخره، كلياتهم هذول بتفاعل مع بعض عشان يعني يشكلوا الشبكة. طيب كيف أنا أكون أحسن نتورك نتوركر يعني، أو كيف أنا أكون the best networker؟ هون السؤال اللي يعني الكل بيفكر فيه، كيف أكون نتورك فعليا؟ إنك تأخذ CCNA ما بيخليكش best networker، ولا حتى لما تأخذ CCIE. نتورك فيها كثير من الأشياء، فيها نتورك كإنفراستراكتر يعني كبنية تحتية، في عندك الخدمات، وفي عندك اللي هم الخوادم اللي هم السيرفرات، في أشياء ثانية بس هذول يعني ممكن نسميهم هذول عناصر رئيسية. إذا أنت قدرت تجمعهم كلهم مع بعض فأنت بست نتوركر، أنت يعني أحسن نتوركينج موجود. ليش؟ لأنه في كثير من العناصر موجودة مع بعض لازم تقدر تحيط فيهم. ممكن يكون عندك إذا أنت خلصت CCNA يعني أنت ما تتوقعش أنهم راح يحطوك Network Administrator، بس كمان أنت بيحطوك بمكان يعني روتيني، أو خلينا نسميه ما بدهوش كثير من التعقيدات، بيخلوك مسؤول عن جزء معين. مثلاً انت بتعمل نتورك مونيتورينج، بتراقب الشبكة، او نتورك اناليسيس، او نتورك مونيتورينج مثلا فور كواليتي اوف سيرفيس حسب الشبكة. ليش؟ لانه او مثلا نتورك دوكيومنتيشن توثيق الشبكة. فانت هاي الاشياء بتاخذ وقت طويل، روتينية، بتتعلمها مرة واحدة، بدل ما انهم يضيعوا وقت النتورك ادمنستريتر اللي هو معاه بيكون مثلا CCIE، وبكون معاه مثلا دورتين ثلاثة بال مثلا بالسيرفرز مثلا مايكروسوفت الى اخره، لينوكس، بيكون معاه بالخدمات زي سيتريكس والاشياء هاي، بيكون معاه داتا سنتر، بيكون. فانت بدل ما يضيعوا هذا يعني وقته اللي هو مكلفهم الاف، بيجيبوك انت بعطوك راتب بسيط عشان تقوم بالاشياء الروتينية اللي بضيع وقته، والأشياء اللي ما بدها يعني هالاحتراف الكبير بس مهم جدا. فعليا كترابل شوتينج ما بتكون الشبكة دائما زي ما احنا شايفين كل شيء في مكانه ومحطوط ليبلز على الأسلاك، والأسلاك معمولة بندلز مربوطة مع بعض وموصولة على باتش بانلز، ومأخوذ منها يعني تفريعات على أشياء تانية وإلى آخره. يعني ما بتكون بالشكل هذا بالوضع الطبيعي، يعني ممتاز، بس فعليا 90% من الشبكات بتكون مثل هيك. فما تتوقع انه بس والله ايش في عندي، في عندي سلك خربان بس بشيله بحط سلك جديد انتهى الموضوع، حلت المشكلة انتهى الموضوع. يعني كل الاطراف راح تكون سعيدة. فعليا المشكلة بالشبكة راح تكون عندك انه عندك كثير من العناصر بتفاعل مع بعض.
احنا حكينا في عندك كواليتي اوف سيرفيس، في عندك سيكيورتي، في عندك هاي، فممكن شغله واحده تخلي النتورك عندك داون، في عندك مثلا جزء مسؤول عن الاتصال بالانترنت، في عندك جزء مسؤول عن حمايه الشبكه. ممكن انت تكون حمايه الشبكه بطريقه انك حجبت الخدمات اللي جايه من الانترنت، فانت بتشوف انترنت داون، تتصل مع شركه الانترنت بيحكوا لك خط شغال انا 100%، ما فيش عندك اي مشكله. طيب ممكن يكون عندك اوكي كل شيء شغال، بس في عندك اشي قاعد باخذ جزء كبير من الباندويث، من يعني من خلينا نسميه ال2 ميجا اللي انت ماخذهم او ال10 ميجا اللي انت ماخذهم من شركه الانترنت، من مزود بخدمات الانترنت، فانت عم بتشوف انه الشبكه داون. فعليا هي الشبكه مش داون، بس في عندك شيء قاعد باخذ كل الانترنت، بينما بعض الاشياء الثانيه، وهي بتخضع لك كواليتي اوف سيرفيس، انك تحدد الاولويه للاشياء المهمه عندك. يعني ممكن يكون عندك مشكله بالخط الرئيسي اللي بربط بين اجزاء الشبكه، فيعني هون بتيجي صعوبه الشبكات، انه في عندك كثير من العناصر. بس الاشي الحلو انه انت يعني زي اللي بيلعب جيم، اول اشي بيفوت على المرحلة الاولى بشوفها صعبة كثير، بلعبها 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 بتعودها بقلفها، بنتقل للمرحلة الثانية، بفوت على المرحلة الثانية المرحلة الثالثة بختمها، بيجي صاحبه بسأله بلاقي عندك لعبة حلوة، بحكي له اه ممتاز. ليش بحكي له حلوة؟ ليش صار يشوفها حلوة؟ لانه بعرفها. اي اشي ما بنعرفه مش حلو بخوف ما نحبهوش، بس اي اشي بنعرفه بنحبه بنقلفه بصير هو الاشي الحلو عنا. بس كمان بنفس الوقت انت بعد ما خلصت كل هاي المراحل بتتوقع انه ممكن يجي يحكي لك صاحبك تعال عبيل المرحلة الاولى وشوف كيف تخدمها. تقول له يا الزلم السهلة على الاخر. ليش سهلة على الاخر؟ لعبتها اول مرة وخسرت فيها، رديت لعبتها ثاني مرة، ثالث مرة وخسرت، رابع مرة، جزء خمس، جزء 20 مرة لعبتها لحتى ما فزت. فانت ظليتك تحاول، فهذا مستقبلك. بتوقع انه بيستحق منك انك تحاول. انت تخرجت من الجامعة اوكي واخدت شهادة ممتاز، بس هسه فعليا بدك تتخصص. زي الطبيب بتخرج بتخصص عيون، بتخصص انف واذن وحنجرة، بتخصص. نفس الشيء احنا بالاتصالات او خلينا نسميها بعالم الاي تي، بدك تتخصص. شو تخصصك انت؟ شو بتعرف؟ لو واحد سألك بعد ما تخرجت من الجامعة اوكي ماشي انت بتعرف عن هاي الاشياء وكيف تشتغل وهاي، طب شو بتعرف تشتغل؟ يعني انت شو الاشي اللي انت ماهر فيه؟ مستحيل تجاوبه لا بعرفش ولا اشي. اذا قدرت تحقق كل متطلبات الشبكة، ودائما الشبكة كانت عندك up and running، فانت راح تحصل على مجموعة هائلة من المستخدمين السعيدين. الادارة راح تكون مبسوطة، انت راح يكون لك الفرصة الاكبر. فاذا انت بدك تفوت على مجال النتوركينج لازم تعرف انه كل يوم بدك تتعلم اشي جديد، كل يوم بدك تدرس اشي جديد، كل يوم بدك تتقدم، كل يوم راح تتعرض لمتاعب جديدة. هسا قبل ما نحكي عن اذا في طريقة ثانية او اذا في طريق ثاني، انا خلص شفت النتورك بين عليه صعب كثير، ما بديش اياه. قبل ما نحكي عنها، انت كاتصالات كاي تي اقل اشي بدك تدرس سي سي ان اي. انا ما بحكي لك خذ سيرتيفيكيشن، لا ادرس سي سي ان اي. ليش تدرسها؟ لانه السي سي ان اي يعني كسيسكو ماخذ جوائز عالمية علشان الشهادات اللي بتعملها، لانه في عندها كوادر كاملة بس للسيرتيفيكيشن. سيسكو ما بتدرسك الشبكات كأجهزة سيسكو، لا سيسكو بتدرسك نتوركينج، بتدرسك شبكات بغض النظر، بتدرسك علم. بعد ما تخلص العلم تحكي لك فرضا انت كنت بدك تعمل نتورك كذا، وفرضا كان عندك أجهزة سيسكو، ساعتها الأوامر اللي انت لازم تدخلها 1 2 3 4. وهي أحسن اشي بسيسكو انه هي بتدرسك علم. فعشان هيك اغلب الناس بياخذوا سيرتيفيكيشن بسيسكو، بعدين بروح بنتقل على مثلا جونيبر، بنتقل على اتش بي، بنتقل على الاشياء الثانيه. ليش؟ لانه خلص
صار الموضوع موضوع أوامر، بطل موضوع موضوع تكنولوجيا، لأني أنا فاهم التكنولوجيا كيف، بس كيف أطبقها على هاي على هاي الأجهزة. بس لازم تأخذ سيرتيفيكيشن، لأنه أقل إشي أنت يعني كاتصالات لازم تعرف كيف اللي هو الشبكات قاعدة بتشتغل. يعني أنت أصلا الاتصالات هي شبكات، يعني أنت بده يكون عندك أقل إشي فكرة عامة عن هاي الشغلة. طيب بدي أشوف مثلا، أنا بحبش أتعلم إشي جديد، ما عنديش خلص مش كثير بحب الدراسة. ممكن تأخذ إشي روتيني، خد شيء روتيني مش بحاجة لدراسة كثير، مثلا زي النتورك سيرف يعني السيرفرز. فأنت بتتعلم شغلة صعبة كثير، كل فترة بصير تتعلم إشي جديد، بس ينزل مثلا عندك مايكروسوفت سيرفر 2008 بنزل 2012 بنزل كذا، فأنت بتتعلم السيرفر مرة واحدة بس، أنت بصير تطور حالك حسب الفيرجن اللي بتنزل. صعب بس انه كمان بتلاقي شغل. وهاي فرضا انا ما بحبش هاي الشغلات، بحبش حتى كل فترة وفترة، بدي اشي اتعلمه. انا زلم بحب احفظ، انتهى الموضوع. دخلت الاتصالات لانه اهلي بدهم اياني اصير مهندس اتصالات او مهندس بغض النظر، بس ما صح لي شغل الاتصالات. في كمان سيرتيفيكيشن خاصة حاليا بما انه صار كل العالم يعني بتجه نحو الكلاود، نحو الفيرتشواليزيشن، نحو الداتا سنترز. في عندك اشياء روتينية زي تخطيط شبكات، تخطيط مثلا داتا سنتر، تخطيط يعني في اشياء روتينية خلص انت بتاخذها يعني مش الى الابد، بس مش اقل من 3 إلى 4 سنين انت بحاجة لحتى ما تطور علمك. ما في كثير اكشن، تعلمها صعبة كثير، بدها حفظ كثير، يعني هي أكثر من صعوبة. طبعا كل فترة وفترة بجزء أنه أول ما تفوت على العمل تأخذ دورة داخل الشركة بيحكوا لك كيف العمل. ممكن بدك إذا بد يعني رح أورجيكم حاليا. طبعا هذول السيرتيفيكيشن بشكل عام تقدر تفوت على جوجل تكتب أي سيرتيفيكيشن بدك إياها. بس مثلا في عندك VMware، في عندهم عدد كبير من السيرتيفيكيشن، مش يعني مطلوبة. يعني اذا انت خلص ما بدي انا نتوركينج، لانه نتوركينج فيه عناصر كثير، بدي اركز انا سيرفر كيف اثبت عليه مثلا خدمات، اذا بحب احفظ كثير نيكست 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 يس اوكي كذا. في عندك مثلا كمان امازون ويب سيرفيسز كمان هاي عليها طلب. في عندك HP certification كمان، في عندك Juniper تمام، في عندك Citrix حاليا في كثير طلب على Citrix، كمان عندهم مجموعة من ال certification. في عندك IBM كمان عنده certification، تقدر تفوت هنا IBM Professional Certification Program، تقدر تفوت على certification تشوفها. طبعا والأشهر اللي هو سيسكو. سيسكو بتتدرج معك من أبسط إشي من الـ CCANT، يعني هي زي ما تعد من 1 لـ 10. بعدين بتشرح لك في عندك هدول الـ CCNA كلياتهم، شايف في عندك مجموعة كبيرة. أكثر إشي إذا أنت بدك تفوت تكنيكال إنجينير اللي هو وايرلس، بس فعليا حاليا هنا أنا بالوطن العربي مش كثير يعني الاتجاه نحو الوايرلس، لأنه أغلب الشركات يعني مش يعني إحنا مش شركات، شركاتنا مش شركات عملاقة يعني للأسف. شركاتنا شركات أغلبها بسيطة، فغالبا الاتجاه نحو الراوتينج and switching، وحاليا من جديد الاتجاه الكبير صار نحو الفويس والسيكوريتي. فهذول 3 مجالات هم يعني أكثر إشي يعني أنا بنصح فيهم إنك تأخذهم. بالنسبة علشان إنه يعني تكون دائما معي، اهم اشي يكون عندك باكيت تريسر. اكتب باكيت تريسر على جوجل واعمل عليه سيرش ونزله عندك على الجهاز، وان شاء الله بتكون مستعد معي للحلقة الثانية. واتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم.